افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة النسخة الثالثة من المؤتمر الخليجي للصداع في مركز البحرين العالمي للمعارض. جاء ذلك بحضور عدد من المختصين من مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين المختصين في هذا المجال. المؤتمر سيتضمن أكثر من 20 متحدثا من دول العالم وبمشاركة تجاوزت 200 مشارك، وذلك لمناقشة أبرز الملفات الخاصة بأمراض الصداع والأعصاب من خلال جلسات نقاشية مفتوحة تتضمن مواضيع أبرزها العصب الخامس وعلاجات الصداع عند الحوامل والأطفال، بالإضافة إلى أبرز الطرق لإرشاد الأطباء في المراكز الصحية لتشخيص الصداع انطلاقا من الطوارئ إلى المركز الصحي. تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المرضى من أبرز أهداف المؤتمر الخليجي الثالث للصداع والألام. هذا المؤتمر الذي جمع الخبرات الخليجية في مملكة البحرين لتبادل المعارف في هذا المجال. الحقيقة أن احنا يعني في دول الخليج المستشفيات أصبحت من أرقى المستشفيات في العالم عموما، وعندنا يعني كليات طب منتشرة في كل مكان، وهي كلها معناته أنها يعني مو بس علاج وإنما بحث وعلاج، والبحث والعلاج يحتاج معاه تبادل آراء وتبادل معرفة وتبادل خبرات وتبادل مهارات، وهذا اللي يصير في هالمؤتمرات اللي حقها تجمع الأطباء الاختصاصيين في دول الخليج على أساس يتبادلون فيما بينهم يعني كل المهارات وكل المعلومات وكل الخبرات في بعضهم بعض، وهذا اللي يرقي الطب دائما يرتقي الطب يعني خطوة بخطوة، ويخلينا إن شاء الله يعني نوصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وإن شاء الله يكون دائما اليوم في يعني في مقدمة العالم في العلاج في العلاج وفي تطوير العلاج من ناحية الأبحاث وغيرها. مملكة البحرين تستضيف النسخة الثالثة بعد نجاح النسختين الأولتين اللي كانوا في السنتين الماضيتين، وبنركز إن شاء الله في هالسنة أطباء العائلة والطوارئ، لأن هم أكثر الأطباء اللي أولا يستقبلون المرضى ونعلمهم كيفية التحويل متى يحولون المرضى إلى أطباء المخ والأعصاب. جميع العلاجات الحمد لله يعني متوفرة، ويعني صار هاي التعاون عشان نحن نزيد البحوث في هاي المجال. المؤتمر عرض آخر التطورات في مجال الصداع والآلام بأنواعها، إضافة إلى مناقشة مواضيع متعددة بما في ذلك أحدث الأبحاث في مجال التشخيص والعلاج. طبعا هذا المؤتمر لا يخص فقط المتخصصين في مجال الدماغ والأعصاب، وإنما أيضا الأطباء العامين، لأن الصداع يعني أو المريض اللي يعاني من الصداع أول مكان يروح إليه هو عند الطبيب العام في المركز الصحي أو في العيادة الخاصة، وبعدين يتحول إلى الطبيب المتخصص. يعني قليلين من المرضى اللي يروحون مباشرة إلى الطبيب المتخصص لمعالجة الصداع. فأنا أعتقد أنه من المهم جدا أنه كل طبيب بالذات الأطباء العامين أن يحضرون هالنوع من المؤتمرات لكي يتزودون بالمعلومات. هذا المؤتمر يعتبر دورة ثالثة لهذا المؤتمر، من خلاله سوف يتم نقاش أكثر من 25 ورقة بحثية تقدم مع دورتين ورشات عمل لمعرفة أنواع الآلام وكيفية التعامل بها. هناك كوكبة من الأطباء الممتازين في هذا المجال من دول الخليج وكذلك من دول العالم في هذا المجال لتنبيه الناس لما هو جديد في علم الصداع وكذلك علم الآلام الطلب المتدربين والممرضات والممرضين وكذلك أطباء الباطنية وأطباء العائلة وأطباء الأعصاب. فإن شاء الله يكون هذا الحدث على إن شاء الله قدر الاستعداد اللي احنا استعدينا له لمدة السنة الماضية، وإن شاء الله تعم الفائدة على الجميع بإذن الله. المؤتمر الخليجي الثالث للصداع والألام يأتي ضمن جهود مملكة البحرين السعية لتعزيز قطاع الصحة وتقديم خدمات متميزة ورفع الوعي لتحسين جودة الحياة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.